نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن ضمن خطة عمل الحزب لتوفير كل سبل الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة. إحنا كان لنا السبق إن إحنا أول حزب سياسي يرشح ويدعم فخامة السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وأول حزب سياسي يبدأ المؤتمرات الجماهيرية والدعاية الانتخابية لفخامة السيد الرئيس. شباب حزب حماة الوطن جاي النهاردة علشان يرد على كل الدعوات الخبيثة ويقول إن إحنا خلف قائد شجاع، وإن إحنا وراه في الانتخابات، ومن أول يوم وأول ساعة إن شاء الله هنثبت للعالم كله إن إحنا خلف قيادة سياسية حكيمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. شباب حزب حماة الوطن من كافة المحافظات كانوا موجودين، كان في تمثيل من أحزاب سياسية وبعض الكيانات الشبابية. الجميع مجمع على أن يوم 10 و11 و12 ديسمبر الجاري إن شاء الله سيقوم بواجبه ودوره نحو وطنه، وسيقوم بواجبه كشباب برد الجميل لفخامة السيد الرئيس الذي نعيش كشباب العصر الذهبي في عهد سيادته. احنا موجودين اليوم عشان ايه؟ عشان معاك يا رئيس. احنا مع سيادة الرئيس حتى تعلن النتيجة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية ان شاء الله. بحضور مميز لقيادات حزب حماة الوطن وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وعدد كبير من شباب حماة الوطن في جميع الأمانات على مستوى الجمهورية، شهد المؤتمر عرض نماذج شبابية ناجحة في عدد من المجالات، لا سيما من الذين قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمهم في مناسبات عدة. يأتي هذا المؤتمر تأكيداً على واجب الوقوف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات في ربوع مصر، وتشجيع المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري.